السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دروس تدعيمية. رايحين نحط لكم اليوم زوج وضعيات إدماجية في مادة التاريخ متوقعة في بيام 2022 لهذه السنة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وضغط على زر الجرس والضغط على الجيم ليصلكم كل جديد أقوم بنشره. نبدأ مع الوضعية الأولى. في السياق أعطونا: كانت هجمات الشمال القسنطيني منعرجا حاسما في مسار الثورة التحريرية ودفعا قويا لها، خاصة الناحية العسكرية. في السند الأول يجب أن تتحمل الأعباء مع الأوراس زيغوت يوسف. في السند الثاني إن هجمات الشنؤت لفتت انتباه الرأي العام الدولي لقضيتنا أحمد بن بلة. في التعليمة من خلال ما درستها وباستعمال السندات اكتب فقرة تبرز فيها ظروف حدوث الهجمات وأثرها على مستقبل الثورة. هذه هي الوضعية الأولى. أعطونا السياق وأعطونا السند الأول والسند الثاني وأعطونا كذلك التعليمة. رايحين نجاوب عليها وهذه هي الإجابة. هذه هي الإجابة. عند اندلاع الثورة التحريرية في فاتح من نوفمبر عام 1954 بمنطقة الأوراس، وجه الاستعمار الفرنسي كامل قوته صوب هذه المنطقة قصد إخماد الثورة، فكان إلزاما على الثوار نقل الثورة إلى كل المناطق عن طريق هجمات أخرى أبرزها هجمات شمال قسنطيني. فما هي الظروف حدوث الهجمات وأثرها على الثورة؟ هجمات الشمال قسنطيني هي هجمات عسكرية حدثت يوم السبت 20 أوت 1955 ميلادي، دامت أسبوعا بالمنطقة الثانية الشمال قسنطيني بقيادة زيغوت يوسف بهدف فك الحصار عن الأوراس وتوسيع نطاق الثورة وشموليتها، وكذلك لفت الانتباه الرأي العام الدولي بالإضافة إلى مواجهة سياسة جاك سوستال بقيادة زيغوت يوسف، وقد كان هذا لها صدى كبيرا، خاصة أن هذه الهجمات سبقها مؤتمر باندون الذي تم فيه عرض القضية الجزائرية. أخيرا نستنتج أن هذه الهجمات استطاعت تحقيق الضغط على المنطقة الأوراس والنقل الثورة لباقي المناطق. هذه هي الوضعية الأولى، إن شاء الله تكونوا فهمتوها. الوضعية الثانية وهي السياق فسوف نقرأها. في الحوار التلفزيوني حول ذكرى استقلال الجزائر اختلف الحاضرون، فمنهم من يرى فرنسا هي التي منحت الاستقلال للجزائر، في حين يرى الطرف الآخر أن الجزائر دفعت ثمن باهظا للحصول على حريتها. السند الأول: انتهت الثورة التحريرية وخلفت وراءها قتلى ومشردين ومفقودين، كتاب مدرسي صفحة 132. في السند الثاني: بعد صبر وانتصار كبير أرغم الفرنسيون في الدخول في مفاوضات مع الجزائريين. التعليمة: اعتمادا على مكتسباتك القبلية والسندات، حرر فقرة تبين فيها موقفك من المتحاورين. طاولنا السند الأول والسند الثاني وطاولنا التعليمة. سوف نجيب على الوضعية وها هي الإجابة. هي الإجابة: بعد مقاومة طويلة دامت سنوات وسنوات وبعد مفاوضات شقة استرجعت الجزائر سيادتها، وكان ثمن ذلك باهظا، فما هو ثمن الحرية؟ لقد دفعت الجزائر ثمنا باهظا مقابل استرجاع سيادتها، وتمثلت هذه التضحيات في قوافل من الشهداء والألاف الأيتام والأرامل والمعطوبين وكذلك مداشر وقرى مدمرة، بالإضافة إلى قيام فرنسا بإفراغ خزينة الدولة من مدخراتها، كما ورثت الجزائر قاعدة اقتصادية مشلولة ليتفشى الجهل والأمية في صفوف الجزائريين، وتبرز ظاهرة النزوح الريفي بسبب انعدام تدهور الحالة السكنية. الغالبية يعيشون في الأحياء القصدرية والأكواخ والصحية، انعدام المنشآت الصحية وتأثيرات النفسية والارتباط ببعض القيود الناتجة عن المفاوضات إيفيان. وفي الأخير نستنتج أن هذه الدولة الجزائرية سرعان ما بدأت في معالجة هذه الأوضاع
وبناء المؤسسات تسعى لإزالة آثار المستعمر وتخفيف وطأتها على المواطنين. هذه الوضعية الثانية المقترحة في شهادة التعليم المتوسط، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الوضعية الأولى والثانية، وربي يوفقكم، وشكرا ومع السلامة.